إجماع لبناني بأن النزوح السوري بات يشكل خطراً وجودياً، وعلى رغم التباينات السياسية يبرز التوافق اللبناني على معالجة تداعيات النزوح، وهو ما يتجلى في اجتماعات لجنة الشؤون الخارجية النيابية التي تابعت على مدار 9 أشهر ملف النازحين، وعقدت سلسلة لقاءات مع سفراء الدول الأوروبية وممثلي المنظمات الدولية. وقد أكد رئيس اللجنة فادي علامي ضمن برنامج هنا بيروت أن المطلوب خطة وطنية لمعالجة خطر النزوح. عملنا زيارة نحن بطلب ورتبنا يا جيش اللبناني مشكور، طلعنا بالهليكوبتر ورحنا زلنا الحدود الشمالية لحالة تناخد فكرة عن موضوع العبور الغير شرعي، المعابر الشرعية، وتتفاجئي باللي شفناه من الأعداد اللي عم تمرق كل يوم. هيدي اللي بيعرف فيها الجيش اللبناني فوق، في اعداد تاني ما بيقدروا يلقطوها ما بيعرفوا فيها، بس معدلها بين 120 ل 150 شخص عم يتم توقيفه من قبل قياده الجيش فوق يوميا. هو اللي بهني بيقدروا يوقفون. المشكل بعدين هو اللي كيف بينتقلوا، بيروحوا على القضاء، القضاء بعد شوي بده يحولهم للامن العام، الامن العام بيرجع يردهم بآليه. بكره عندنا لقاء متابعه لهالموضوع. بس بنفس الوقت الغريب انه هالمهربين نفسهم اللي هن اكثريتهم لبنان 99% منهم لبنانيه، بعد ما يتم توقيفهم بعدها بيومين ثلاثه بيرجعوا على المعابر الغير شرعيه وبيرجعوا بيقوموا بعمليه تهريب. حتى اذا بتراجع الارقام اللي بيفرجي منا مين التوقيفات وشو جنسيه التوقيفات بتتفاجئي انه يمكن من اصل واحد من اصل خمسه عم بيكون من الاخوان النازحين السوريين. يعني عم نوصل لمكان اليوم بعدد السجون عندنا مثلا جوفينايز اللي اعمارهم يعني القصر بتقولون هدول 48% منهم تقريبا بالسجون هن من السوريين. هيدي اجتنا بتقرير المخابرات من اكثر من 8 شهور. في اكثر من موقع بالبقاع بالتحديد، بمخيمات بالتحديد، بدوا يشهدوا مخابرات الجيش انه في عم بيتم بناء يعني مثل جامع او مراكز، كانه اقامه دائمه. ما بس اقامه دائمه، اللي بخوفك انه مين عم بغذي بناء هالجوامع هيدي بالداخل. محافظ البقاع كمال ابو جودي اعلن عن سلسله قرارات تم تنفيذها في إطار تطبيق القوانين ومتابعة قرار الحكومة اللبنانية والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية، وأوضح في اتصال هاتفي ضمن البرنامج عينه أنه في قضاء زحل فقط هناك 325 مخيم للنازحين السوريين، متحدثا عن إجراءات تقيد حركة الجمعيات داخل المخيمات. يعني في بلدة مثل بلدة بر الياس من أصل تقريبا 2000 مؤسسة، في حوالي 1700 مؤسسة من السوريين مدارة أو مستثمرة من قبل نازحين سوريين. أرقام مخيفة. عم يتاخذ الإجراءات المناسبة، عم يتاخذ الإجراءات اللي لازم نعملها كلها كرمال إقفال كل المؤسسات، وهيدا الشيء تم بشكل كثير كبير وكثير سريع نتيجة الأزمة الاقتصادية بال 2022. بدأنا بآلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والأجهزة الأمنية المختصة، مخابرات الجيش وأمن الدولة، المديرية الإقليمية لأمن الدولة ودائرة أمن عام البقاع ومعلومات البقاع أو معلومات الأمن العام بالبقاع، بشكل أنه نراقب دخول الجمعيات على كل المخيمات ونحصر إذن إعطاء الإذن بالدخول إلى المخيمات بالمحافظ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع الوزارات المختصة بشكل لنقدر نضبط العملية. يعني هلأ أي جمعية مما كانت تكون حتى منظمات أممية إذا بدها تفوت على المخيمات مجبورين يعطونا خبر، الجمعيات مجبورين يقولوا لنا أي مخيم بده يفوتوا، شو بدهم يعملوا، كيف بدهم يساعدوا. باعتراف حاكم مصرف لبنان بالإنابة فإن كلفة النزوح السوري تساوي الفجوة المالية، إلا أن التداعيات انتقلت من الاقتصاد إلى الأمن وصولا إلى تهديد الديموغرافيا اللبنانية.